طريق النور ما اتطرقناش ليها، ونصب احياء الانسانيه قد ايه كان مهم. طبعا طبعا مع حضرتك لما بنتكلم في المحاور دي، المحاور الإقليمية والعالمية والدولية والمحلية، انت حضرتك بتشوفي ان مصر اهتمت بطرح رؤيتها فيما يتعلق باستراتيجيتها في الدائرتين العربية والأفريقية اللي هم اهم دائرتين حيوياتين او مجالين مهمين جدا للأمن القومي المصري، الدائرة العربية والدائرة الأفريقية. ومن هنا كان في جلسات تتعلق بالحوار العربي الإفريقي، الحوار العربي المتوسطي، مستقبل أفريقيا 2063. بتشوفي في عبر الجلسات دي اللي بتتناول الشأن الإقليمي حرص الدولة المصرية على التعبير عن وجهة النظر العربية والإفريقية وإحداث هذا النوع من التكامل في التعاون مع الشمال المتقدم، وإن يبقى في تفهم لمتطلبات واحتياجات المنطقة العربية والقارة الإفريقية فيما يتعلق بتوفير استثمارات حقيقية، فيما يتعلق بإصلاح بعض الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بحقوق الإنسان التي لا ينبغي أن تقتصر فقط على الحقوق السياسية والثقافية كما يحاولوا، والقانونية كما يحاولوا أن يروجوها. وفي نفس الوقت الدولة المصرية بتقدم للعالم رؤاها في مكون اجتماعي مختلف. مكون الاجتماعي المختلف انت بتتكلمي على مجموعة من الأطر المختلفة، منها اصلاح البنية المجتمعية وفقا لطريقة صحية سليمة زي ما اتفرجنا على حكاية النسيج المجتمعي، والجانب الثاني اللي متضمن فيها الموقف المصري من قضايا المرأة، والموقف المصري من قضايا المرأة موقف في منتهى الأهمية، وحرص الدولة المصرية وتجربتها في التعامل مع المرأة المصرية بتعكس اهتمام من نوع مختلف، لأن هذه المرأة كان لها دورا كبيرا في الحياة السياسية المصرية من 2011 حتى يومنا هذا. وهذه المرأة حتى هذه اللحظة في اعتراف من الدولة أن كثير من الحقوق لها لم تأخذها بعد. وبالتالي أنت محتاجة علشان تضمني لهذه المرأة وللشباب، لأن هم دول القطاعين المهمين جدا في الدولة المصرية، أنت محتاجة ضخ مزيد من الاستثمارات، مزيد من التفاهم لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وده هيخدم أهداف الأمن في الإقليم بالكامل. أنت هتقدري عندها تواجهي مشكلة البطالة اللي بتتسبب في كثير من الإشكاليات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية. أنت هتقدري أنك تنمي مشروعات ثقافية واجتماعية بديلة تقدري من خلالها تخلقي مجتمع متفهم لإشكالياته الحقيقية، تقضي على إشكالية البطالة في الداخل، تقدري تتوجهي إلى العالم بالنموذج المشرف للشباب المصري والمرأة المصرية. وأفتكر أن في تقبل وتفهم كثير جدا طبعًا لهذه القضايا اللي تم طرحها. برضو نختتم حديث حضرتك عن العمل الإفريقي الواحد، خاصة أن مصر هتكون رئيس الاتحاد الإفريقي إن شاء الله 2019، ويمكن سيادة الرئيس وضح بعض الأفكار اللي هيبتدي إن شاء الله يتبناها ويعمل عليها خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي إن شاء الله السنة الجاية، وإنشاء مدينة شباب إفريقيا في مصر بيؤثر أكيد بمدى كبير، وكمان زيادة زيارات ومشاريع واستثمارات، وأيضا التكامل الاقتصادي والتكاتف لبناء كيان إفريقي واحد. كمان إحنا أعلننا أسوان عاصمة للشباب الإفريقي 2019، وده رد أسوان برضو مدينة صعيدية، رد أيضا على حادث المينيا واللي بيحاول من الصعيد في عاصمة لإفريقيا. خلينا نشوف جزء آخر من كلمات سيادة الرئيس ونرجع تاني نتحللها. لما احنا وجدنا ان احنا محتاجين ندفع بشبابنا ونعطي له الفرصة الحقيقية ان هو يتولى الإدارة ويتولى المناصب ويتولى الوظائف، فوجدنا ان من حقه علينا ان احنا اولا ننتقيه ونختاره بشكل كويس، والانتقاء حاولنا نكون متجردين ما أمكن في الانتقاء من خلال معايير ثابتة لهذا الموضوع يعني. ثم بعد كده بدأنا عملية التأهيل داخل الأكاديمية 9 شهور، وهي على مرحلتين، مرحلة لما دون الماجستير والدكتوراه اللي هي مرحلة البكالوريوس، ودي المرحلة اللي بتقعد 9 شهور تقريبا، ومرحلة تانية للماجستير والدكتوراه اللي هي بنقول عليها للقيادات أو المناصب العليا في الدولة. اللي أنا عايز أقوله للمصريين إن إحنا بنتعامل مع الأكاديمية الوطنية وبنحريصين على إن الفكرة، لأن ممكن الفكرة تبقى جيدة وإحنا بننفذها من غير ما نقصد يعني يحصل ترهل لها، إحنا حريصين على إن الفكرة تفضل فكرة متماسكة، وبنقول إن إحنا بنطورها وحنطورها على طول.
نتكلم عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وللبعض يعني تصور أنه في محسوبية أو وصاية للانتماء لهذه الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وده طبعا اللي نفاه تماما. والدليل أنه سيادة الرئيس قال أنه ما تزعليش، مش عارفة كان يعني بيوجه الكلام ل إحدى المشاركات، بالضبط إحدى المشاركات، قال لها ما تزعليش أنه أنا بختار القيادات من خارج مصر، لأنه إحنا عايزين يكون بمنتهى الصلابة ومنتهى الحيادية، ونختار شباب فعلا قادر على أن يقود ويكون في مرحلة عبور ما بين أنه شاب يعني مؤثر وواعي، لكن يبقى قائد بمعنى الكلمة، وبأهله لده حقيقي. خلينا نربط ده بالدائرة الأفريقية اللي حضرتك بتتكلمي فيها. من المهم أن أنت تستعيدي نفوذك وتأثيرك تاني في القارة الأفريقية. اختيار أسوان اختيار في غاية في العبقرية. خلي بال حضرتك أن في كل الدول اللي تعرضت للسقوط أو الانهيار كان اللعب على النقاط الطرفية فيها. أسوان آخر محافظة في الجنوب المصري، أسوان من المناطق اللي حاولوا يلعبوا فيها من خلال إعلاء النعرة النوبية، ويمكن هنا فيلم نقطة الطلاق اللي عرض في الافتتاح بينفي تماما هذا الأمر، وبيقدم أسوان والنوبة باعتبارها مكون من مكونات الشخصية الوطنية المصرية. لما بنوصل إن احنا نبتدي نتكلم عن الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، وبنقول فيها إنه الموافقة على استخدام الشباب الأفريقي وشباب من العالم لحضور أو لتلقي البرامج المساعدات والتأهيل والتدريب، أنت هنا كما تفضلت حضرتك وقلتي بتخلقي نوع من أنواع التوحد على الأهداف المستقبلية. الشباب ده هو مستقبل الدول في العالم، ولما بتنتقي هذا الشباب وتقدمي له التدريب يعني بصورة موحدة وفقا لأسس علمية متوافق عليها ووفقا لقواعد التكنولوجيا الحديثة، أنت بتقدري تخلقي لنفسك مساحات أوسع للفهم المتبادل بين هؤلاء الشباب في المستقبل اللي هم هيكونوا قادة هذه الدول في المستقبل. وفي نفس الوقت انت بتوضحي حتى على المستوى المحلي، يمكن كلمة سيد الرئيس كانت بتتطرق لهذا الأمر، ان الأمر لا يخضع لشبهات او اهواء وانما يخضع لمعايير علمية. انت بتتقدمي بطلب التواجد في الأكاديمية او في البرنامج الرئاسي لتأهيل وتدريب الشباب، وهذا الأمر يخضع لمعايير معينة واجتياز اختبارات وامتحانات بعينها. اللي بيستطيع ان يتجاوز هذه الاختبارات والامتحانات بكل الفرصة في الالتحاق. خلي بال حضرتك الطلبات المتوفرة للالتحاق بالأكاديمية أو للبرنامج طلبات متعددة، وغير صحيح أن هو بتمليها أو بيفرض عليها الوساطات أو المحسوبية. ليس في صالح الدولة المصرية أن يستمر هذا النمط من العلاقات، وليس من صالحنا أن احنا نردده، لكن الأمر الحقيقي متوفر على مدى قدرة هذا الشاب على اجتياز هذه الاختبارات وإيمانه بقدراته وقدرته على أن يكون منفتحا علشان يقدر يتعاون ويتحاور مع ثقافات مختلفة هتجيله من كافة دول العالم، وتحديدا من الدائرة الأفريقية اللي زي ما قلنا قبل كده هي الدائرة الأهم للمجال الحيوي للأمن القومي المصري. بالزبط. ومن هنا تركيز الدولة المصرية عليها من المؤتمر الأول وامتدادا إلى المؤتمر الثاني، لأن لا مصر بدون أفريقيا تفقد كثيرا من قوتها، وأفريقيا دون الدولة المصرية الرائدة في الثقافة والفنون والأداب والعلوم بشتى مناحيها هي الملاذ الآمن اللي من خلاله أفريقيا بتضمن أن يكون لها نافذة على ثقافات العالم المتقدم.